آمين يا رب، يعني بدايته حلوة اهي، وإن شاء الله أنا متفائلة، وبإذن الله ينتهي كمان بملك التوقعات معانا. ايوه قال لنا في آخر لقاء إن الوداد هو اللي هيفوز على سان داونز وقد كان. عرفتها إزاي دي؟ حللتها إزاي؟ مع إن كانت 90% الناس تقول لك سان داونز اللي هيفوز. بداية كده صباح الخير عليكي، وصباح الخير عليك يا أستاذ كريم، صباح وصباح الفل. الخير على كل الأهلاوية. الموضوع التوقع ده يعني هو نسبي، بس أنا اشتغلت على المعطيات اللي كانت قدامي. أنا قلت لحضراتكم في الفاصل إن سان داونز عنده مشاكل كتير جدا دفاعية، لو تتذكروا ده. الوداد لو لعب على النقاط السلبية في دفاع سان داونز وعلى الكرات الرأسية ممكن يسجل وممكن يتأهل، وقد كان. وقد كان يعني فعلا هي دي طبعا. اللي هي دي اللي انا اشتغلت عليها يعني. اوكي، كويس جابها من جدا. الكنترول على طول. تحس فاهم طب انت حبيبي. هتشتغل على ايه بقى فيما يتعلق برؤيتك لماتش النهارده بصفه خاصه؟ لا، هنشتغل على حاجات المعطيات اللي كتير. قدامك ايه؟ يعني بناء عليها رؤيتك ايه؟ طيب اقول توقع ولا نقول لا، تحليل ادينا فني؟ الاول قراءتك للمشهد ومن ثم التوقعات. اوكي، بداية كده هنقول ايه، المباراة على الورق 50 50، بما ان في مباراة هنا ومباراة اياب في المغرب. ومن خلال تصريحات الجهاز الفني لفريق الوداد، اظن ان الكل عرف خلاص ان طريقة اللعب هي هتكون ان هو هيلعب زون ديفنس، وهيلعب او هيعتمد على الكرات المرتدة، وهيلعب على تأمين الدفاع بشكل قوي واغلاق الاطراف. ليه؟ بيقول انا عاوز اخرج بافضل نتيجة او باقل نتيجة علشان اقدر استغل عنصر الجمهور والملعب في المباراة التانية. بالتالي المدير الفني فاندنبرج هيلعب ب 4 3 3. هو عنده غياب مؤثر ومهم جدا، عبد الله حيموت. هيعوضه بمين؟ عنده حل من اثنين. الحل الاولاني انه يلعب بالثلاثه ستريتش، ثلاثه وسط ملعب مدافع، وهيدفع بجلال الدودي، او انه يفضل على طريقته المعتاده ولكن هيخلي ايمن حسون يلعب بادوار دفاعيه اكتر منها هجوميه. في المقابل النادي الاهلي عندنا غياب مؤثر كابتن محمد الشناوي، ولكن ثقتنا كبيره جدا 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 في علي لطفي ومصطفى شوبير، ايا كان اللي هيحرس مرمى النادي الاهلي، وان كنت اتمنى ان يكون مصطفى شوبير لانه الاجهز في الوقت الحالي. الاهلي هيلعب بالطريقه المعتاده 4 3 3، هتتحول ل 4 3 5 سوري 4 5 4 5 1 في الحالات الدفاعيه، و4 1 4 1 في الحاله الهجوميه. ده الشكل اللي انا متوقعه، والشكل اللي بيلعب بيه مستر مارسيل كولر في الفتره الاخيره. هيكون في ادوار مزدوجه للجناحين حسين الشحات وبيرستاو في مسانده ومساعده الدفاع، وهيكون هم الكي بلاير في المباراه دي. واعتقد ان يعني كولر هيلعب بشكل اكتر على بيرستاو، لان حمدي فتحي مش جاهز بنسبة 100% ان هو يبقى هو محور اللعب بتاعه او تنفيذ الخطط الهجومية.